مرحبا بكم أصدقائي في فيديو جديد. اليوم سوف أريكم كيف تقومون بالحصول على موسيقى التي لا تخضع بحقوق الطباعة والنشر. يوجد طريقتين لنكتشفها. Let's go. الطريقة الأولى وهي الدخول إلى استوديو يوتيوب. من ثم نأتي إلى مكتبة الملفات الصوتية. هذه مكتبة اليوتيوب، يوفر لك يوتيوب يوجد بها العديد من الموسيقى التي لا تخضع لحقوق الطباعة والنشر. هنا تختار النوع الذي تريده، الحالة المزاجية، الآلات، وهذه الموسيقى التي يوجد نسبة العمل فيها. يجب عليك وضع تحت الفيديو هذا الوصف الفنان والمصدر. والطريقة الثانية وهي الطريق الحصول على الموسيقى من قنوات. سوف أضع هذه القنوات في الوصف. كل هذه الموسيقى لا تخضع لحقوق الطباعة والنشر. هذه القناة تقوم بهذه الموسيقى مجانية، وهذه هي القناة الأخرى، وهذه أيضا قناة أخرى توفر لك موسيقى بدون حقوق الطباعة والنشر. سوف أضع هذه القنوات في الوصف. كان هذا هو شرحنا اليوم، أتمنى أن يعجبكم. بالتوفيق لكم.